مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الصباحي صباح الخير والذي يقدمه لكم مباشره من استديو قناه شنقيط. موضوع حلقتنا اليوم هي ظاهره تشغيل الاطفال. ظاهره تشغيل الاطفال تنتشر بسرعه مخيفه وخاصه في دول العالم الثالث، وتؤرق معها كاهل الحكومات والمنظمات الحكوميه والغير الحكوميه التي تعتني بالطفل وكل حقوقه. تشغيل الاطفال ظاهره تتجلى في اخضاع الطفل القاصر لم تتجاوز سنه سن البلوغ للعمل، كيفما كان هذا الإخطاء سواء كان كرها أو تطوعا أو عرضا، وسن البلوغ يحددها القانون العالمي وهي السن 18. لقد بينت إحصائيات والبيانات الدولية المختلفة أن مشكلة تشغيل الأطفال من أهم المشاكل الأكثر خطورة في عالمنا المعاصر، وهي المشكلة ليست مقتصرة على دول المفردة أو عدة دول، بل تشمل بالإضافة إلى البلدان الفقيرة. إذا مشاهدي الكرام، سنناقش هذا الموضوع عند اتصالكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. إذا لا نستقبل أولى مكالمة في هذه الحلقة اليوم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. إذا نحاول نستقبل مكالمة ثانية. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، رفعوا صوتكم شويه كان نسمعكم. حالك يا رب؟ ما شاء الله، لباس ما شاء الله، تفضلوا. الو الو، هذا البرنامج؟ نعم، معك برنامج صباح الخير، تفضل. ارفع صوتك شوي، ماني سامعتك. نعم. اوكي، حالك يا رب؟ الموضوع شنو؟ موضوع حلقتنا اليوم هو نتكلم عن ظاهرة تشغيل الأطفال. ظاهرة؟ تشغيل الأطفال. إيه، تشغيل الأطفال عنده عوامل معروفة. كان تشغيل الأطفال عنده عوامل معروفة دائما. نعم، ماني سامعتك، ارفع صوتك شوي. قلت لك عن تشغيل الأطفال دائما عنده عوامل معروفة. لماذا؟ لماذا يرسل بعض الأسر الأولاد إلى التشغيل بدل من أنهم يرسلوهم شو المدارس؟ لكن الضغوطات من الظروف دائما، آيات تعود ناتجة عن وصول الطلاق، وآيات تعود ناتجة عن الفقر، آيات تعود ناتجة عن الأمية. نعم، جيد. أوكي، ما لاحظ. قلت لك هذه الظروف زين، بعد انا هي وجهه نظري في الموضوع عن دائما الاطفال تشغيلهم. ناتج لا عن الظروف زي اما الاميه، اما تفكك الاسري، اما الظروف الماديه. عندك علم الفقر كما تقول انت، والاميه والتفكك الاسري، عندك انه عاملان من عوامل اللي خلوا الاسره على انها تمشي تركها شارع العمل، ماذا تلاحقوا السن اللي يلا يشتغلوا فيها بدل أنهم يرسلون شو المدارس. الو الو، فعلا فعلا، لكن قلت صحيح، ما غير ذاك يرعمون يبيعون يرسلون شو الاطفال ويعودوا يتاثروا، ولا دائما يخلق لا ناتج عن محيط معين على المجتمع، يتاثروا هم بالمحيط اللي هم فيه، يعقلوا على صار مجاورين لهم اطفالهم دائما، لا بدل منهم يقيسوا المدرسة والله يتعلموا والله شيء، وهم يمارسوا العمل لأجل يأمنوا عيشهم، يأمنوا دخلهم اليوم. جيد جيد، شكرا لك، وصلت الفكرة، مرحبا بك. اوكي، إذا نستقبل مكالمة ثانية. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتم ارفعوا صوتكم شوي، ماني سامعتكم. نعم. الو. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. الو. ارفعوا صوتكم شوي، ماني سامعة. الو،
الو. نعم تفضلوا. اذا للاسف قد نهى الاتصال، نستقبل مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. تفضلوا مرحبا بكم، تفضلوا من معانا. الو الو السلام عليكم. الو نعم تفضلوا مرحبا بكم معانا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا تفضلوا. الو صباح الخير. هذا تفضل اعطينا اسمك. إذا مشاهدي الكرام لهنا نبقى مع هذه الوصلة ونعود نرجع نتابع معكم بقية الحلقة اليوم. مشاهدي الكرام أهلا بكم من جديد. يبدو أن هذه الظاهرة لا زالت مطروحة بشكل كبير رغم عدد السياسات التي تحاول الحد منها، وذلك بمحاولة الإجازة خطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، وذلك من خلال عرض حول خطورة العمل على الأطفال في سن مبكرة، حيث تقرر تحديد سن العمل بما فوق سن 14. إذا مشاهدي الكرام نستقبل مكالمة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا تفضلوا. شو الحرق منك لباس؟ ما شاء الله لباس ما شاء الله، تفضلوا من معانا. معاكم الاستديو محمد عبد الله من الواقف. مرحبا بك تفضل. وضحكتنا اليوم هو تشويق الاطفال. تشويق الاطفال هذا وبوش كتاب الرياضه نقول عنه داش قالوا في الاستاذ ما عنده بدايه يشير مع مين ما سمعتك. سببه ما عنده وجه كتاب الرياضه عنها سبب التشويق الاسري. التشويق الاسري هذا عندك عين التذكك الاسري مبرر للاسر ياك يمشوا اطفالهم شهر العمل بدل من اعلانهم يمشوهم للمدارس. قلت قريت المدارس يقولوا الشيخ تغير يعني ابوه ما ربحش يعني يسيبوا لامه ولا لامه تخليه الوالده ولا كبرية بالنسبه لباك يخلوهم. يبقى يصير عند امه تعود امه ضعيفه يمشي عنها ويبقى تصير لا شيء يمشي يبالي يشتغل ماشي يطلب صدقه يبقى يعود تعرف ولا شيء والام تعود ما عنده حول ولا قوه. هو ياخذ الدوله تقبل له نبره وتقبل له روايه تعود طريقه ينقال التحريم. نعم هو تشكو الأطفال بالفعل محرم، لماذا بعض الأسر يمشوا الأطفال للشغل وهم يعرفوا على أنه محرم نهائيا، على أن الطفل يشتغل تحت السن 12؟ يا أخي لا هو السب لا ياخذ الدور من فتره تقبله عقاب على رقاش يجبر يشيل ماشي يطلب الصدقه والله ماشي يشتغل في ما فاتهم لا ياخذ الدوله تحكمه السلطات تحكمه وتحكم اللي يمشيه هم اللي بيهم العيال يقولون على الحمير يا يسرقون يمكن واحد سارق عود مشقله جار عنده والله خاله والله قريب عنده ماشي عارف حمار ماشي يشتغل عليه والدي المساكين يعرق ويخسر مساكين على سبت كان يجيب له خمسه ولا 10. نعم البعض من الاسر يقولوا علينا يمشوا التركه ياك يشتغلوا ياك يجيبوا لهم لقمه العيش هم معتمدين على ذوك الاطفال مشاوا يشتغلوا. بطريقه ما يخسر ماشي لي هكذا هذا المجتمع يعني ما يحاربها لا هي لا يخسر المجتمع كامل. هذه تخسر سواك هاو السجون ولا كامل تجبرهم لاعبين لم تركه يعودوا صرن كانوا يشتغلوا مازالوا صغيرين مسكينين. سجن القصر هذا هاو التركه اللي يشتغلوا في القواري. اهاليهم يرسم يعودوا معارفينهم شي والله باتهم زاد والله عمامهم يرسم يحفظهم ماشيين هكذا وهذا قالوا بسبب قله القرايه قله الوعي. وهذا مشكلته قله الوعي والمواطن المني من نفسه. جيد هذه الروايه يلا. جيد شكرا لك وصلت الفكره مرحبا بك. مرحبا بك استاذ. مرحبا وسهلا. اذا مشاهدي الكرام هنالك ملايين الاطفال يعملون لمساعده اسرهم بالطرق لا تنطوي على ضرر او استغلال، ومع ذلك تشير احصائيات اليونيسيف الى ان هنالك حوالي 150 مليون طفل تتراوح اعمارهم بين الخمسه اعوام والرابعه عشر عام في بلدان الناميه تترك ظاهره تشغيل الاطفال اثار سلبيه تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الاطفال بشكل خاص. وقد أخذ هذا الاستغلال أشكال عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسيا للقيام بها. إذا استقبلوا هذه المكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام.
تفضلوا مرحبا بكم معنا. الو لاباس. تفضلوا مرحبا. صباح الخير هذا. نعم معك برنامج صباح الخير، تفضلت عندك مداخلة حول موضوع الحلقة اليوم تشغيل الأطفال. الو. بعد شوي عن التشويش لحداك لو سمحت. أنا الو صباح الخير. نعم تفضل. أنا شك على تفكك الأسر هذا لا من كثرة تجوز الرجال. موضوعنا اليوم ما هو التفكك الأسري، موضوعنا اليوم هو تشغيل الأطفال، شنو السبب اللي خلى بعض الأسر يمشوا تركها للشغل بدل من يمشوهم للقراية؟ ولكن لا من الأمهات اللي خلوا أولادهم يمشوا خلوا يمشوا يشتغلوا، أو شنو هو دور الأب فما تيام؟ يلا يكرد التركة عنا يمشيهم للعمل سابقة لحقوق السن اللي يلا يشتغلوا فيها. إذا للأسف فقدنا الاتصال مع هذا المتصل ونستقبل مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا مرحبا بكم. تفضلوا. الو. تفضل. تفضل. الو. بدون متصل ما هو جاهز ونستقبل مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا مرحبا بكم، من معايا؟ الو. تفضلي مرحبا بك، من معايا؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام مشاهدة، تفضلي اعطينا اسمك. الو. نعم تفضلي، معك سامعتينا. ألو تفضلي. إذا مشاهدي الكرام راح نستقبل آخر مكالمة في هذه الحلقة اليوم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما شاء الله الباس ما شاء الله، تفضل من معايا. دوك برنامج هون كنت عنه معك برنامج صباح الخير تفضل. ها؟ ما سمعتك. ما سمعتك. معك برنامج صباح الخير تفضل، لات عندك مداخلة حول موضوع حلقة اليوم، أنت آخر متصل معانا. والله كنت أختار، قلت أنا أختار نقول لكم عن التركي تتكلموا عنه. لا هم أنا بس العلم مهم شيء ما عندهم شيء. ما عندهم شيء في شيء. قول لي بالنسبة لك أنت هون علم الفقر مبرر. التشغيل الأطفال. فانت أختي؟ معايا. نعم تفضل. أنت القراية مالي لا ما ما كان سكين واحدة فيه ما لازم حد يقدر يخلص الفداد فين قاعد الثلاثة عاد في من المدارس الحرة يوقع معدل. هو ضاعك. قلت لك نعم شوف اسمع اللي نقول لك. بما أعلن تشغيل الأطفال كل حاجة عرف أنه محرم تشغيل الطفل ما ذات الحق سنة 18، لماذا بعض الأسر هم يعرفوا أن التشغيل محرم تشغيل الأطفال سابقة بالقوة، لماذا يرسلوا التركة ياك يشتغلوا بدل من أعلنهم يرسلهم للمدارس؟ لا لا ما يتواصل يقارب بارح خلقات من خلقهم سيكين لاحب في الدار والتركتهم هكذا عند باش خلقهم شيري المدارس الحرة مدارس الدولة ما تاو قابلين يقرون. بما اعلن المدارس كما قلت انت اعلن المدارس خلاص مواعر بقى بعد بقات المحاضره خلاص مواعر؟ ايه كان معناها هذا ما هو مبرر لك تركي مشاشر كامل لا عندهم سكين جينيات بعد هذه سكين ما عنده ما قدره قرايه ما عنده ما قدره شيء الدوله بعد تبدا عارف مثلا بعد الاقل بعد ما عرف تمشي كامل تعرف شيء منهم تعرف الناس المهم مش ضعيف نعم خلاص باطل الاقل خلاص مدرسة حرة 2000 2500 شكرا لك وصلت الفكرة مرحبا بك. ايوه مرحبا. مرحبا بك. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الخير الذي قدمته لكم مباشرة من استديو قناة شنقيط. هذه تحيات فريق العمل على الإخراج بابا والوداعة وعلى التصوير جدول محمد، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام. هذه تحياتي باتم محمد رالا، دمتم في أمان الله.